السلام عليكم شباب، كيف راكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا يا ربي بخير. اليوم غنتلاقاو في اول حصه لتحضير الامتحان المحلي ان شاء الله. غادي نبداو كما وعدتكم وكما طلبتوا مني، غنبداو امتحان محلي لماده العلوم الفيزيائيه. دونك هذا الامتحان هذا راه سبق لي حطيته في الجروب التفوق في الاعدادي، وديجا طلبت منكم تخدموه، وديجا طلبت منكم تحطوا لي اقتراحات ديالكم. والان هاد الحصه هذه غتكون مثابه يعني تصحيح لجميع الاخطاء اللي شفتهم وجميع الصعوبات اللي رصدتهم اثناء معاينتي لانجازاتكم او ل تصحيحكم لهذا الامتحان. Alors, comme vous voyez, l'examen il contient trois exercices. Le premier exercice ici. Donc, exercice 2. C'est un exercice d'application. Comme vous voyez, كالعادة يعني كما عهدنا في الفروض المحروسة، لكن بالنسبة للامتحان كيكون شامل ويغطي جميع الدروس الدورة الأولى. Alors on va commencer par l'exercice 1. Alors comme vous voyez, exercice 1, complétez les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. Alors on m'a donné les mots Al2O3, négatif, électron, noyau, aluminium, non poreuse, atome, alumine, positive. Alors, la phrase c'est se constitue d'un portant une charge électrique autour duquel tournent des portant des charges électriques. الوغ هنايا جملة دونك إلا لاحظنا المعنى جيدا للجملة غادي نلقاو كو هنايا اون فا ميتر ان اتوم بيان لاتوم سو كونستيتو دان دونك لاتوم سو كونستيتو اتوم سو كونستيتو دان portant une charge électrique. Donc هنا غادي ندير واحد الكومبوزون ولا واحد الكونستيتيون دو لاتوم، يعني احد المكونات ديال لاتوم. وحنا كنعرفوا ان المكونين ديال لاتوم هما لو نويو اي لي زيلكترون. دونك احد المكونات غادي يكون هنا portant une charge électrique. دونك هنا غيكون نوع ديال لا شارج الكتريك ديال هذا المكون. وهنا عندنا اوتور دوكال تورن دي، الوغ حول هذا المكون اللي عندنا هنايا تدور مكونات اخرى. الوغ هنايا اون دو ميتر نويو، دان نويو بورتون اون شارج الكتريك. بيان سور لو نويو اي بورت اون شارج بوزيتيف، بوزيتيف دونك نويو بوزيتيف اوتور دوكال تورن دي. الوغ اوتور دو نويو اي تورن دي زيلكترون، دي زيلكترون portant une charge électrique négative. Négative. Ou bien porte, ou bien portant des charges électriques positives. L'air agit sur le métal. Donc, surtout l'air humide, il agit sur les métaux. Tout précisément, la réaction de l'air humide avec le fer et l'aluminium. Donc, ainsi se forme une couche. Donc, ملي كيتفاعل ليا الهواء الرطب مع لي ميتو كيتكون ليا واحد لا كوش، واحد الطبقه ابلي، غنعطيو اسم طبقه ولا فورمي شيميك ديال هاد الطبقه. انا غادي نشوفو المكونات اللي عطاوني هنا باش نعرفو شنو هو لو ميتال اللي كنهضروا عليه. هنا عطاوني ايل 2 او 3 اللي هي الصيغه الكيميائيه ديال الالومين. عندي الالومنيوم، عندي نون بوروز، وعندي الالومين. دونك هاد المكونات هادي شنو هو لو ميتال اللي كنهضروا عليه؟ هو الالومنيوم. دونك لو ميتال الومنيوم، الو مي نيوم. انسي سو فورم اون كوش، يعني كتكون عندنا واحد لا كوش، واحد الطبقه. دونك في الحاله ديال الالومنيوم كتكون عندي واحد الطبقه كي اي امبيرميابل، امبيرميابل لير، كنقولوا عليها نون بوروز اوسي، نون بوروز او بيان امبيرميابل.
appelée, comment donc بالنسبة لها الطبقة هذه il s'appelle donc nombreuse, il s'appelle l'alumine. Alumine. إلا طلبوا مني اسم آخر لهذه الطبقة هذه الألومين، إلا طلبوا مني اسم آخر أو اسم كيميائي لهذه الطبقة سي لوكسيد دالومنيوم. دونك الألومين هو لوكسيد دالومنيوم اي سا فورميل شيميك هي Al2O3. لا فورميل شيميك Al2O3. كوشي لا بون ريبونس. ليون HO- est un réactif qui permet d'identifier. Alors هنايا كنهضروا على ليدونتيفيكاسيون دي زيون ملي كنكونوا كنبغيو نديروا ليدونتيفيكاسيون او الكشف عن بعض في لي زيت ملي كيكون عندنا دي كاسيون باغ اكزومبل اف او دو بلس سي او دو بلس ال 3 بلس هاد لي كاسيون هادو كيفاش كنكشفوا عليهم كنكشفوا عليهم بلا سود لا سود اللي عندها لا فورمول ديالها ايونيك هي ان ا بلس اش او موا داكوغ والايون اللي كيكشف لينا بالضبط على هاد الايونات الفيليزيه هو اش او موا حيت هو اللي كيتفاعل ليا مع اف او دو بلس باش كيعطيني الراسب هو اللي كيتفاعل ليا مع سي او دو بلس باش كيعطيني الراسب يعني لو بريسيبيتي كينتج ليا على التفاعل ديال اش او موا مع هاد الايونات الفيليزيه الوغ هنايا ليون اش او موا اي ان رياكتيف كي بيرمي ديدونتيفيي شنو كيكشف ليا واش سي او دو بلس واش اف او واش سي ال موا اف او راه سي تان ميتال بعدا ما عطونيش هنا اف او دو بلس نو هنايا نحاول اننا نركزو مزيان ونشوفو لي ريبونس اللي كيكونوا يعني كيكونوا فيهم دي بياج الو هنايا راه ما عطونيش اف او دو بلس الو كي لا غادي يجي يقول لك il identifie le fe نو هنا راه لو ميتال عندي اف او سي تان ميتال هو فيليز الو هذا ما كيكشف لي على الفيليز ما كيكشفليش لي على سائل مو انا سائل مو ملي كنبغي نكشف على هاد الايون هذا كنستعمل لو نيترات دارجون والايونات اللي كتشكش في على سي ال موا هي ا جي بلس اللي كاينه في النيترات دارجون النيترات دارجون غير باش نذكر لا فورمول ديالها هي ا جي بلس ان او 3 موا والايون اللي كيكشف ليا على سي ال موا هو ا جي بلس كيتفاعل ليا مع سي ال موا باش كيعطيني هذاك الراسب الابيض كي نوارسي ا لا لوميير دونك هنايا باش نرجعوا للسؤال ديالنا او اش موا كيكشفوا ليا على ايونات ديال سي او دو بلس فقط La combustion des matières organiques peut produire des gaz toxiques comme donc la combustion des matières organiques ou احتراق المواد العضويه ممكن يمكن ان ينتج لنا دي غاز توكسيك هنايا نفرقوا ما بين نقول لك ممكن ولا نقول لك بعض وانا نقول لك لا كومبيسيون دي ماتيريو اورغانيك برودوي دونك ملي كنقول لك لا كومبيسيون او الاحتراق بشكل عام راه ماشي كاع الاحتراقات كتعطيني دي غاز توكسيك صافي ملي نقول لك هنا سيغتون يعني بعض الاحتراقات او بعض المواد العضويه دونك هنا ملي كيكونوا دي مو كلي باش يبينوا لي ان راه عندي دي زيكسيبسيون هنايا ممكن انني دونك هنا بالنسبه لهاد لي فراز نحاول انني جو في اتونسيون دونك هنايا لا كومبيسيون دي ماتيير اورغانيك بو ويمكن بو برودوير دي غاز توكسيك كوم دونك هنا في الحاله يعني هناك بعض الحالات اللي ممكن انها دير ليا لا برودكسيون دي غاز توكسيك بحالاش بحال لو كلوريور ديدروجين وي لو كلوريور ديدروجين اش اللي هو اش سي ال هو غاز هذا الغاز هذا كينتج ليا على لو بي في سي دونك هنايا ملي قلت لك il peut produire يقدر الى حيد لك هذا المو هذا لو فيرب هذا ونقول لك لا كومبيسيون دي ماتيير اورغانيك برودوي دي غاز توكسيك الوغ يعني هنايا راهني كنعمم جميع المواد العضويه راه كتنتج ليا احتراقات ديالها غازات اللي هي سامه دونك نحاولوا اننا نحلوا لا فراز ديالنا وما نطيحوش في لي بياج دونك هنايا il peut oui ممكن يمكن يعني في بعض الحالات ماشي دائما في بعض الحالات يمكن ان يبرودوي لنا لو كلوريد هيدروجين والحاله ان ليكسيبسيون اللي عندنا هي البي في سي لو كاربون دونك هنايا غير هنايا باش نفرقوا لو كاربون سي با ان غاز لو كاربون هو دقائق صلبه هو جسم صلب فين كيكون لنا كيكون في لا فيمي نوار ملي كيكون بارفوا لا كومبيسيون انكومبليت او احتراق غير كامل كيكون مصحوب بهذاك الدخان الاسود هذاك الدخان الاسود الى حاولنا نوضعوا واحد الصحن فوق منه راه غادي يتوضع لينا على شكل واحد الطبقه اللي هي سوداء وهي صلبه هذاك هو الكربون عندي لو ديوكسيد دو كربون لو ديوكسيد دو كربون سي ان غاز اللي عنده دي انكونفينيو عنده سلبيات
كي ممكن انه ممكن انه يؤدي بزاف ديال الظواهر او بزاف ديال لي فينومين اللي هما خايبين. مي ما نقدروش نقولوا عليه انه ان غاز توكسيك، ما نقدروش نقولوا عليه انه سام. اوكي دونك هنايا لو غاز توكسيك اللي عندنا هنايا هو لو كلورور ديدروجين. دونك هذا سي با ان غاز، هذا سي ان كور سوليد، وهذا سي با ان غاز توكسيك. On dilue une solution aqueuse de pH égal à 10. Alors, on a un dilution, la dilution. Il y a une solution aqueuse et un pH qui est 10. Et avant de commencer la question ou la phrase, apparemment, on a la solution il est basique. كيما كتشوفوا هنايا راه بي اش ديالك يساوي 10، دونك اي لي بازيك. كنديروا لها لا ديليسيون، لو بي اش دو لا سوليسيون اوبتوني اي. دونك هنايا غادي نحددوا من بين هاد القيم بثلاثه اللي عندي هنايا شنو هو البي اش ديال لا سوليسيون من بعد لا ديليسيون، من بعد التخفيف. حنايا كيما عهدنا ملي كنهضركم على لي سوليسيون دائما كنمشي لكم هاد الشيل هذا كنرسمها لكم. عندي هنا 7، عندي هنا 0، عندي هنا 14، عندي هنا لي سوليسيون اسيد، عندي هنا لي سوليسيون بازيك. دونك دائما كنعتمد انا على هذه وكنحاول نوضح لكم فيها. الوغ ملي كيكون عندي لا ديليسيون او التخفيف، هاد لي سوليسيون كيمشيو بهذا لو سونس وهاد لي سوليسيون كيمشيو بهذا لو سونس، يعني بجوجهم كيقربوا لا فالور 7، يعني اي طون فيغ لا فالور 7 كي تؤول الى القيمه 7، يعني كتقرب منها دون ان تصلها. دونك دائما كنحاول انني نقول لكم كتقرب منها دون ان تصلها. الوغ لا سوليسيون عندي هنا 10، كاينه هنايا كبر من بي اش ديالها كبر من 7، دونك كتشوف كون هنايا الوغ سي اون سوليسيون بازيك. ملي كنديرو لها لا ديليسيون من 10 البي اش ديالها كيمشي هكا فيغ 7. الوغ شنو كيبقى على البي اش ديالها؟ كيصغر، يعني كيولي ما بين 10 و 7، دونك كيصغر في هاد لو سونس هذا. دونك غادي يكون لا فالور ديال البي اش ما بين 7 و 10، صغر من 7 صغر من 10 عفوا، وما كيوصلش ل 7. الوغ شنو هو البي اش اللي هنا اللي عندي كيحقق لي هذا الشرط؟ هذا راه صغار من 7، الوغ ما نقدرش نقول انه كيساوي 5. انا لا سوليسيون راه بازيك، ما يمكنش نديرو لا ديليسيون تولي اسيد. عندي هنا بي اش كتساوي 12، راه ما يمكنش ديروا لا ديليسيون ديال هاد لا سوليسيون اللي عندها 10 وتولي البي اش ديالها كيساوي 12، لان البي اش كيمشي في هاد لو سونس. وهنا عندي بي اش كيساوي 8، هادي هي لا فالور لي جوست. Relié par une flèche chaque matériau avec ce qui convient. Donc, on a dit métaux, on a dit verre, on a dit matériaux organiques. Donc, on a les trois types de matériaux, les arbres, les hommes, les adorés. On a dit papier, c'est une matière organique. On a dit PET, c'est un type de plastique, les rois, ils donnent matériaux organiques. On a dit PE, c'est un plastique. L'aluminium, c'est un métal, هو عبارة عن فلز. لو فيغ دونك كينتمي للقائمة ديال الزجاج. لو زنك سي ان ميتال. الوغ هنايا لي ميتو سون الالومنيوم اي لو زنك، لو فيغ فوالا اي تو سكي ريست لو بابيي لو بي او تي لو بي او سون دي ماتيريو اورغانيك. الوغ هنايا غادي نشوفو. Il flotte sur l'eau douce, perméable au liquide, se courbe dans l'eau, mauvais conducteur thermique. Alors, on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques de ces matériaux. Alors, on va voir, par exemple, il flotte dans l'eau douce. الى ذكرنا الخاصيات اللي درنا بالنسبه للمواد البلاستيكيه للتمييز بين المواد البلاستيكيه، الى قلنا كنا كنديروا لا فلوتابيليتي او الطفو لو تيست دو فلوتابيليتي، كنا كنديروا او لو وضعنا البي او البي في سي البي اس فلو دوس. لاحظنا ان البي في سي كيهبط الكول، و لو بي او et le PS il flotte dans l'eau douce. Alors on a dit le PE. PE il flotte dans l'eau douce. Et on dit mauvais conducteur thermique. Je n'ai pas les corps ou bien les matières qui sont mauvais conducteurs thermiques. Donc il y a bien sûr mais chez le zinc, mais chez l'aluminium.
Donc il y a c'est pas le verre bien sûr parce que le verre c'est pas un mauvais conducteur thermique, c'est un isolant. Donc le verre et le PET, le papier. Donc il y a un qui a isolant, isolant thermique. Donc dans cette حاله هذه راه ممكن اننا ناخذ le verre ou ناخذ le PET. On a le PE, le PET ou le papier. Donc, ce sont des isolants thermiques. Ça fait. Il est perméable au liquide, au moins fidélis, il est le papier. Papier, ou le warak. Comme on a dit, les métaux, ou le verre, ou le plastique. Les plastiques sont imperméables, imperméables à l'air, imperméables au liquide, yani réellement fidèles à l'issoir ou à l'ilgazette. Il y a le papier ou bien le carton, il attendait le carton par exemple, ils sont perméables au liquide. Ok, donc quelques propriétés de certains matière. L'exercice, on passe à l'exercice 2. Le nombre atomique de l'atome de fer est. Donc, on a donné le nombre atomique, le numéro atomique, Z, qui s'habille sur l'atome de fer. Déterminer la charge électrique des électrons de l'atome de fer en coulant. On donne E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulant. Donc, on a juste déterminer la charge électrique des électrons. هنايا كيما استنسنا كاملين عندي لاتوم دو فير. انا دائما كنستحسن انني نرسم لاتوم وحتى لو وقع لها شي شونجمون نعاود نرسمها ابخي لو شونجمون باش كنبقاو اننا دائما كنستندو على واحد لو شيما اللي عندنا وما كيتلفناش لي دوني. الوغ هنايا عندي لو نوايو فيه 26 شحنه موجبه وعندنا السحابه لو نياج الكترونيك السحابه الالكترونيه فيها حتى هي 26 الكترون. صافي ها هما 26 شحنه موجبه هنايا و 26 شحنه سالبه اللي هما لي الكترون. هنا اش طلبوا مني؟ طلبوا مني لا شارج الكتريك دي الكترون، يعني هاد لي الكترون هادو شناهي لا شارج الكتريك ديالهم. دونك غندير كي الكترون كتساوي، دونك كيف ما عاهدنا ملي كنسمع لا شارج دي الكترون ماشي لو نومبر دي الكترون، لو نومبر دي الكترون كنعطيو غير العدد ديالهم نحسبوهم يعني 26 الكترون. مي في هاد الحاله هادي عندي لا شارج دي الكترون، ملي كنسمع لا شارج دي الكترون دائما كيكون عندي الموا. اوكي، وكنمشي نشوف العدد ديال الالكترونات شحال كيساوي. دونك في هاد الحاله هادي راه حنا كنهضروا على لاتوم، يعني ان ريان بيرجو ان ريان ريسو. دونك هنايا غناخدو لا شارج ديال هاد لي الكترون هو ناقص 26 وعاد نضربوها في لا شارج اليمونتير. دونك كيما كنقول لكم لا شارج دي الكترون ولا لا شارج دو نوايو كيكون فيها 3 ديال لي زينيمون او 3 ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى كتكون فيها ان سين يعني سوا موا سوا بلوس. البارتي الثانيه كيكون فيها عدد والبارتي الثالثه كيكون فيها لا شارج اليمونتير او. ضروري نلقى هاد لي 3 زينيمون وعاد نمشيو بيسكو هنا طلبوا مني اون كولون. دونك ما نوقفش هنا، نمشي نحسبها اون كولون. كيفاش نحسبها اون كولون؟ موا كتبقى 26 كتبقى و او كنعوضها بالقيمه ديالها هي 1.6 في 10 و ناقص 19 كولون. ها هي عطاوها لي هنايا. دونك هنايا كنمشي ليطاب الاخر هي انني نحسب. شنو كنحسب؟ دونك لو سين كيبقى دائما موا وعندي هاد 26 نضربها في 1.6 باش ما نقويش عليا الحساب، نضرب هادي في هادي وتبقى عندي 10 على بيسون. دونك هادي نضربها هنايا وتبقى عندي 10 و ناقص 19 كولون. دونك هنا غادي نحط هاد العدد 26 نضربها في 1.6. دونك هنايا كتعطيني 41.6 في 10 و ناقص 19 كولون. دونك هذا هو هادي الريزولتا اللي عندنا. دونك quelles conditions dans des conditions يعني تحت ظروف معينه l'atome de fer perd 2 électrons pour former l'ion de fer 2. alors تحت واحد الظروف معينه هاد لاتوم هادي il perd 2 électrons كتفقد جوج ديال الالكترونات. دونك هاد 26 الكترون غنعاود نرسم هنا لو شيما الثاني من بعد ما فقدت ليا هاد لاتوم دي الكترون. هنايا كتبقى عندها 26 شحنه موجبه لان ما كتفقد حتى شي حاجه، وهنا في السحابه الالكترونيه كتفقد جوج الكترونات كيبقاو عندها 24 الكترون.
D'accord? Donc, on a un ion. C'est un ion. C'est un ion. Donnez le symbole de l'ion de fer. Atteignant le rams l'ion. Donc, on a le rams de l'ion. Déjà, on a un ion. On a le Fe. رمز الذرة هو Fe. هنا نطلب مني رمز الأيون. دونك شنو كنديرو؟ كناخدو رمز الذرة وكنمشيو نشوفو لي شارج اون اكس. باغ اكزومبل هنايا فقدات الكترونات، دونك لا شارج ديالها غتكون بلوس. داكوغ؟ وفقدات شحال من الكترون؟ اثنان. دونك كنديرو Fe دو بلوس. في لو سامبول دو ليون، كيكون عندي العدد عاد كتكون عندي لا شارج. كيكون عندي العدد عاد كيكون عندي لو سين، اما موا ولا بلوس على حسب واش فقدات او اكتسبت. مي كيكونو كنحسبو لا شارج كيكون عندي لو سين بيان سور، عاد كتكون عندي العدد. دونك هنايا ديتيرميني لا شارج دي زيليكترون دو ليون دو فير دو. دونك هنا غادي نحدو لا شارج دي زيليكترون، هاد الايون هذا نحددو له لا شارج ديال لي زيليكترون ديالو شحال كتساوي. دونك كي الكترون يعني دابا ديال الايون ماشي ديال الذره، من غير هاد كيو الكترون اللي عندي هنا نسميها كيو الكترون بريم باغ اكزومبل ولا دو ولا. دونك كيو الكترون بالنسبه لهاد الايون بيان سور عندي الكترونات، دونك لا شارج اي نيجاتيف بحال اللي درنا هنا. مي ما عنديش 29 الكترون، دابا راه فقدات جوج ديال الالكترونات بقى عندها 24 فقط، وعاد نضربوها في او بحال اللي درنا من قبل. ديما لا شارج كتضرب في او. واش هنا طلبوا مني اون كولو؟ ما طلبوش مني. اذا ما نزيدش شي حاجه من راسي، نعطيهم لا شارج. ممكن حتى لا شارج بحال هكا وغادي تحسب لي الجواب ديالي صحيح. علاش؟ حيت ما طلبوش مني اون كولو. اوكي، دونك ديتيرميني لا شارج دي زيليكترون دو ليون دو فير دو. دونك ما عندي ما نزيد هنا. كالكولي اون كولو لا شارج دو ليون دو فير دو. دونك شنو طلبوا مني هنايا؟ لا شارج دو ليون كي ايون الايون. هاد الايون كامل شنو هي لا شارج ديالو؟ شنو غادي ندير في هاد الحاله؟ دونك شنو غادي ندير؟ غناخد لا شارج دو نوايو كي نوايو ديال الايون زائد كي ديال لي زيليكترون، لان الايون شنو فيه؟ فيه حتى هو نوايو وفيه سحابه الكترونيه. دونك لا شارج دو نوايو هي زائد 29 او ياك، وعندي لا شارج دي زيليكترون هي ناقص 24 او. ها هي حسبتها هنا. اذا لا شارج توتال ديال هاد الايون كامل هي زائد 26 ناقص 24 هي زائد 2 او. وطلبوا مني هنا اون كولوم؟ وي طلبوا مني اون كولوم. اذا ما نوقفش هنا، نعطيها اون كولوم. كي غندير لها ندير زائد 2 في 1.6 في 10 اس ناقص 16 كولوم. دونك نحسب هذه مع هذه ونخلي 10 اس ناقص 19. دونك 2 غادي نحسبها لكم هنا، غادي نعطيها لكم هنا كتساوي 3.2. عفوا هنايا وي هي هاديك 3.2 في 10 أس ناقص 16، منساش هاد لوغيست هذا كولوم، ضروري كولوم. دونك هنايا لو فير انترفيان دون لا كومبوزيسيون دي ديفيرونت اوبجي كورامون اوتيليزي دون لا في كوتيديان، يعني أن الحديد كيدخل في تركيب عدة أجسام كنستعملوها في لا في كوتيديان أو في الحياة اليومية ديالنا، افيك لا بريزونس دو لير هوميد ومع وجود الهواء الرطب. دونك هنا ملي كنشوفو لير هوميد نعرفوهم غادي يهضرو لنا على الأكسدة، على لوكسيداسيون دو فيغ ولا الألومنيوم على حسب شنو هو لو ميتال لي كنهضرو عليه. لو فيغ سوكسيد أن بخودويزون أون كوش أبولي لاغوي، لاغوي هي الصدى. دونك الحديد سوكسيد أو يتأكسد مكونا طبقة كتسمى الصدى. دوني لا فورميل شيميك دو لاغوي، عطينا الصيغة الكيميائية للصدى. دونك الصيغة الكيميائية للصدى عفوا كنعرفوها حنا هي ا، عفوا هذا الالومين هي Fe2O3. داكوغ؟ هنايا في هاد الحالة إلا هضرو لنا على الالومين، الالومين ديجا راه هضرنا عليه الفوق هنايا، هاهي لا فورميل شيميك ديالو راه هي Al2O3. هذه هي الالومين او اوكسيد لوكسيد الالومنيوم. هذا هو لاغوي او بيان لوكسيد دو فير دو لو فير 3، لوكسيد دو فير 3. اكريفي ليكواسيون شيميك بيلون دو لوكسيداسيون دو فير، غادي نكتبوا المعادله الكيميائيه ديال اكسده الحديد. المعادله الكيميائيه هي Fe الحديد زائد O2، يعني العامل الاساسي اللي تكون الصدى هو O2، كيعطينا هاد الصدى هذا اللي هو Fe2O3. داكوغ؟ بيان سور ملي كنكتبو شي ايكواسيون
ضروري نديرو الحل ليكيليبراسيون ضروري نيكيليبروها سينو كتعتبر معادله ماشي صحيحه. الوغ هنايا شنو غادي نديرو؟ ناخدو او 3، عندي هنا 3 عندي هنا او 2، هنا غادي ندير في 3 نعطي المعامل 3، هنا نعطي المعامل 2 باش تولي عندي 2 فوا 3 اللي هي 6، وهنا 3 فوا 2 اللي هي 6. الحديد كيولي عندي هنا 2 فوا 2، هايا 2 فوا 2 اللي هي 4، فنمشي للحديد اللي هنا ونعطيه لو كوفيسيون ستوكيومتريك 4. دونك هادي هي لا رياكسيون دو اوكسيداسيون دو فير. دونك هذا ليكزارسيس 2. Expliquez pourquoi il est conseillé de protéger le fer dans les régions humides et citez deux techniques permettant de, la de le protéger. Donc, pourquoi علاش فسر علاش ينصحوا بحماية الحديد surtout في les régions humides يعني في المناطق اللي كتكون رطبة يعني الهواء فيها رطب عندها الهواء humide. علاش كان يفو لو بروتيجي وعطينا دو تكنيك جوج ديال التقنيات باش اللي ممكن اننا نحميو بها الحديد. دونك هنا ممكن انني نقول لكم هنا او نذكر دي كونساي على بوركوا اي لي كونساي دو بروتيجي لو فير باسكو لو فير علاش يعني لان الحديد يتاكسد في الهواء الرطب. دونك parce que non, il est conseillé car le fer s'oxyde dans l'air humide et produit une couche poreuse. Poreuse, perméable à l'air, c'est une couche d'oxyde de fer, 3. Donc, la couche est là, cette couche ne le protège pas. Contre la corrosion. يعني لا تحميه من التآكل. داكور دونك ملي كيهضروا على الاكسيداسيون كيهضروا لي على العامل ديال الحمايه ضروري نقولوا انها ان الحديد لا يحمي نفسه من التآكل دو لا كوروزيون. دونك هنا ممكن اننا نقترحوا بعض الاجراءات لحمايه الحديد. يعني هنايا اون بو ميتر اون كوش. دونك هنايا هذه الكيستيون الاولى ممكن ندوزو الكيستيون الثانيه. يعني بعض لي كونساي او نصائح اللي ممكن اننا نعتمدوها باش نحميو الحديد من التاكل او نحميوه من هذاك الاكسيداسيون اللي كتؤدي الى تاكل ديالو. اون بو couvrir ou bien couvrir on le couvre par une couche bien d'une couche imperméable à l'air comme la peinture, ou le revêtement, un autre métal comme le chrome, le nickel par exemple. Donc هنا ممكن انا نغطيو هذا لو فير هذا بواحد لاكوش ديال واحد الميتال اخر او الفلز اخر بحال لو نيكل بحال لو كروم. دونك ممكن نستعملو عده فلزات لهذا الغرض. ريتمون بار اون كوش دان اوتر ميتال comme le nickel par exemple. Nickel. On place un clou de fer
un clou en fer dans un tube à essai contenant l'acide chlorhydrique. Dernier, واحد le clou en fer, واحد المسمار حديدي في واحد الانبوب فيه l'acide chlorhydrique, حمض كلوريديك. Donc هنا هو المسمار هو l'acide chlorhydrique, حمض كلوريديك. H+ هذه la formule ionique H+ Cl- هي l'acide chlorhydrique. Il apparaît immédiatement une effervescence au contact du clou. Donc هنايا كنلاحظ واحد الفقاعات. On observe une petite détonation produite lorsqu'on approche une flamme. Mais dès qu'on approche l'allumette enflammée, ou un autre type de chaîne, on remarque une différence. On entend une détonation, une différence. On entend. C'est l'observation là. Le clou devient plus fin durant l'expérience. يعني أثناء هاد التفاعل هاد الكلو هاد المسمار كيولي صغير يعني كيولي غادي كيرقى غادي كيتقادى الا بغينا نقولوا دونك هنايا لا ماتيير هاد لا ماتيير هادي ديال الحديد كتبقى غادي كتقادى علاش حيت هنايا راه كتوقع اون رياكسيون كتوقع تفاعل ما بين الحديد والاسيد كلوريدريك هادشي علاش الحديد هاد الحديد هذا اولا هاد مورسو دو فير كيبقى غادي كيتقادى يعني هاد المسمار كنشوفو غادي كيرقى ندوزو لا كيسيون ابري افوار ريتيري لو كلو on ajoute quelques gouttes d'une solution de soude. Hidna, ça fait zouna le clou, ma bqach fih bzaf, donc tfa'alna, etc. Khdina had la solution li ntjat lina hnaya. Had la solution li bqat lina hnaya. L'akhir, khdna had la solution, had le tube. Khdna had la solution hnaya. Wda'na fiha la soude, wda'na fiha souda. Souda li hi Na plus HO-. HO-. ضفناه لهاد لا سوليسيون اللي بقات لنا في الاخير غير باش نفهموا لي دوني ديالنا اون اوبسيرف ابري افوار ريتيري اون اوبسيرف لا فورماسيون دان بريسيبيتي فيغ تكون لينا واحد الرسيب اللون ديالو اخضر اللون ديالو اخضر هاد الرسيب هذا راه تقدروا تعاودوا تشوفوا ليكسبيريونس اللي درنا في الدرس السابق ديال ليدونتيفيكاسيون دي زيون وتشوفوا الرسيب كيفاش كيكون اون رياليتي quel ion est mis en évidence par le test de la soude يعني quel est l'ion à identifier شنو هو الايون اللي بغينا نكشفوا على الوجود ديالو في هذا التست ديال لا سود الايون بيان سور ملي كنهضروا على التفاعل ديال الحديد مع لاسيد كلوريديك كنعرفوا ان الايونات ديال الحديد هي اللي مشات لينا هنا في هذا هي اللي بقات لينا هنا في هذا لا سوليسيون وملي كنديروا لا سود وكنحصلوا على رسيب اخضر كنعرفوا ان الايونات ديال الحديد الثاني هي لي موجوده في هاد لا سوليسيون الوغ هنايا لي زيون مي اون لي زيون مي اون ايفيدونس سون بار لو تيست دو لا سود سون لي زيون بيان ليون مي اون ايفيدونس اي ليون دو فير ليون دو فير دو اذا طلبوا مني الاسم والصيغه نعطي ليون دو فير دو دو فورمول اف او دو بلس Quel est le nom et la formule chimique du gaz produit lors de cette réaction chimique? شنو الاسم والصيغه ديال الغاز الناتج هذا الغاز الناتج كي ديتون على l'approche d'une allumette enflammée هذا الغاز هذا شكون هو شنو هو لو نون ديالو شنو هي لا فورمول لو نون سي لو دي هيدروجين دي هيدروجين دونك بالنسبه للناس اللي كيقول لك هيدروجين دونك لو دي هيدروجين هو ثنائي الهيدروجين ما كتبوش الهيدروجين الهيدروجين سي ان اتوم دونك لو دي هيدروجين هادي جزيئه ديال H2 لا فورمي شيميك سي H2 وبالنسبه لبزاف الاخطاء اللي لاحظتها دابري لي يعني كنشوف يعني في الاجابات ديالكم لا في الفروض لا في التمارين اللي كنعطيكم كنلاحظ بزاف ان H2 كاين اللي كيكتبها لي هكا كاين اللي كيكتبها لي هكا دونك H2 كتكتب هكا هي لا موليكول هادي ماشي كتابه صحيحه alors هادي هي لا فورمول ديال H2 donnez le nom du précipité vert alors هذا الرسم الاخضر اللي حصلنا عليه هنايا عطوني لو نو ديالو اي لا فورمول شيميك غادي نرجعو قبل ما غادي نمشيو هاد لو نو هذا غادي نمشي نقول لكم هنايا اكريفي ليكواسيون شيميك بيلون اونتر لو فير اي لاسيد كلوريديك دونك هنايا باش نعرفوا لو بريسيبيتي بعدا هذا الرسيب هذا الرسيب كنحصلوا عليه عن طريق ماذا هذا الرسيب كنحصلوا عليه عن طريق التفاعل او اش موا ولا اش او موا مع من مع الايونات الحديد الثاني اللي كاينه هنا اللي هي اف او دو بلس اف او دو بلس
كمون كيصبغوا اف او دو بلس على او اش موان. اللي كيعطوني لو بريسيبيتي فيغ اللي هو اف او او اش دو. هذه هي لا فورمول كيميك ديال هاد لو بريسيبيتي فيغ. الوغ لو نو ديالو هو ليدروكسيد دو فيغ دو. شوف كيتكون من الايونات اولا ناتج على تفاعل الايونات ليدروكسيد مع ايونات الفيغ دو. دونك السميه ديالو هي ليدروكسيد دو فيغ دو. اي لا فورمول كيميك ديالو هي اف او او اش دو. الخطا الثاني اللي لاحظته بزاف ان كاين بزاف الناس كيكتبوا لي لا فورمول دايره هكا او اش دو، يا اما ما كيديروش الاقواس نهائيا يا اما كيديروا لي هكا واثنان كيدخلوها لداخل القوس. داكور دونك هنا هاد لا فورمول هادي خطا. او اش دو كنديروا لي بارونتيز واثنان كتكون برا، يعني او اش مضروبه في اثنان او اش عندنا دو فوا هكا كان ممكن نشوفوها. Écrivez l'équation chimique bilan entre le fer et l'acide chlorhydrique. Nous avons ماشي ديال précipitation, ماشي ديال التصريب. مطلوبو مني المعادلة ديال لو فير الحديد مع الأسيد كلوريدريك. دونك الحديد شناهي لا فورمول ديالو؟ Fe. الأسيد كلوريدريك شناهي لا فورمول ديالو؟ هي H بلس Cl موان. وكنمشيو نشوفو لي برودوي. شناهو هما لي برودوي؟ دونك عندي البرودوي الأول هو H الغاز الذي يحدث الفرقعة اللي هي H2 زائد في المحلول. شنو كيبقى لي في المحلول؟ ايون اف او كيتحول عندي الايون اللي هو اف او دو بلس، سي ال موان كتبقى عندي في المحلول. كما قلت لكم عندي اف او دو بلس، يعني هنا غتكون عندي دو سي ال موان. دونك هذا المحلول هو اللي ناتج عندي. وهنا نديرو ليكيليبراسيون بيان سو. هنا عندي اثنان وهنا عندي اثنان، دونك هنا غادي ناخذ اثنان. اف او عندي واحد، هنا عندي واحد. الوغ هذه هي لا رياكسيون دو entre le fer et l'acide chlorhydrique. Un groupe d'élèves en excursion a trouvé lors de sa balade un flacon fermé, enfin, rempli d'une solution rouge. On dit واحد ال واحد القو واحد البوتي واحد القنينة مشدودة مملوءة بواحد لا سوليسيون واحد المحلول اللون ديالو أحمر. Portant les pictogrammes ci-contre. كيتحمل هاد الرموز. Aider ce groupe d'élèves à déterminer le danger présenté par ce liquide et proposer un moyen de s'en débarrasser sans polluer l'environnement. Alors, il y a un les solutions. On a un هاد لي بيكتوغرام علاش كيهضروا. دونك شنو هو الخطر اللي كاين في هاد اولا اللي كيبينوا لنا هاد الرموز هادو. دونك هنايا كما كنشوفوا هاد الرمز هذا كنلقاو في لاسيد كلوريديك باغ اكزومبل، كنلقاو حتى في لاسود. وهذا الرمز هذا كيبين لنا ان هاد المحلول هذا الي كوروزيف. كوروزيف يعني محلول اكل، يعني ماده اللي اكاله. داكوغ هاد الرمز هذا كيبين لنا اولا كيوضح لنا ان يعني المحاليل اللي كتحمل هاد لو بيكتوغرام هذا هي عباره عن محلول اللي هو اولا ماده اللي هي توكسيك سامه. هاد لي بيكتوغرام ديجا حنا شفناهم وريتهم لكم في لا لوسون ديال لي سوليوشن. دونك كون فو فوي هنا عندي توكسيك، عندي هنايا انفلامابل، كوروزيف، اكسبلوزيف، بوليون، ايريتون، كامبيون. دونك هاد الرموز هادو هاد لي بيكتوغرام كنلقاوهم غالبا في يعني في بعض المحاليل اللي كنستعملوهم لا في الحياه اليوميه ديالنا لا داخل المختبر. دونك هاد لي بيكتوغرام خصنا نكونوا عارفين شنو هي المعاني ديالهم. دونك كنتمنى ان هاد ليكزامان هذا يكون وصلكم، يعني وصلكم طريقة الشرح وطريقة إجابة على الأسئلة ديالو. ونتلقاو في امتحان آخر إن شاء الله.